السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اليوم تياغو سيلفا البرازيلي صاحب الستة وثلاثة الرابع ليه ميسي، وبعدين هنا بتتابع هجمة هنا من وش بوم، والهدف الاول، والهدف الاول هنا هدف اول عن طريق اللاعب الايرلندي كالن روبنسون في هذه اللقطة، وفي وسط طبعا الحراسة الدفاعية الغائبة يتقدم نادي ويست بروم عن طريق اللاعب كالن روبنسون امامنا في لقاء 2-2 اول مرة يعني من فترة، يعني هو في 16 مباراة اخر فوز اللي كان في 2015 2020 مليون. ادي امامنا هنا ويست بروم يتجرأ الفريق السات مارزلي، وادي امامنا هافرتس امامنا، لكن كرة مشيء، وايضا كان في ما يسا في قائمة البدلاء النهاردة لسه منضم رسم ملعبه في اللقاءات الثلاثة الاخيرة امام فريق نادي تشيلسي. امامنا هنا في هذه اللحظة مشروع تشيلسي 2015 بالتحديد لما فاز كان 3-1 سيس كابريجاس في ماونت، اكتشف تمور، اكتشف اسماء كبيره في وسط الملعب. هافرتس امامنا، تصدي الاول الرابطه، ولو فاز بالتروفي دي شامبيون، لكن امامنا هنا صاحب التسديده ليفربول النهارده يدفع ثمن الاخطاء في رحلة التأهل للدور الرابع لإطار كأس العالم عن تحقيق نتيجة إيجابية. 11 سلاب إيفانوفيتش طبعا اللاعب السابق لم يبدأ مباراة اليوم، خطأ فادح في مباراة ليفربول تسبب في الموسم الماضي مع وجود صاحب الخبرة سبيليكويتا. لم يتمس، يلعبها اللاعب فورلونج أمامنا، فورلونج مقابل لا شيء حتى الآن من هدف جميل، هدف حلو قوي الحقيقة. الموسم اللي هبطوا فيه كان في 2018. جانب اليمين فرصة كبيرة جدا لإبراهيم بعد ما كان تواجد كاحتياطي في مباراة ليستر، ويصعد طبعا في الشامبيونشيب ويضيع طبعا ونصف مليون استرليني. ادي التحرك الجدا يضيع امامنا تيبو فيرش، ممكن كالم روبنسون يستغل خطا اللاعب تياجو سيلفا اللي راهن عليه فرانك لامبرت في القياده وراهن عليه في الخبره، ولكن لا الخبره ولا القياده بل خطا فادح، وكالم روبنسون يسجل بعد 25 دقيقه في الظهور الاول في البريمير ليج لتياجو سيلفا. الخبرات الكبيره اللي قعد مكان تواجد كاحتياطي في مباراة ليستر، ويصعد طبعا في الشامبيونشيب ويضيع طبعا ونصف مليون استرليني. ادي التحرك الجديد، يبدو ان المشوار صعب، المشوار صعب، ويبدو ان هناك فار، ونتاكد بقى مع دارن انجلاند ومع دارن كين حكام الفار، ولا الهدف الثالث جه. الهدف الثالث وصل يا جمهور ويست بروم، هدف ثالث في ماونت، اكتشف تمور، اكتشف اسماء كبيره في وسط الملعب. هافرتس امامنا، تصدي الاول الرابطه، ولو فاز بالتروفي دي شامبيون، لكن امامنا هنا صاحب التسديده ليفربول النهارده يدفع ثمن الاخطاء في رحلة التأهل للدور الرابع لإطار كأس العالم عن تحقيق نتيجة إيجابية. 11 سلاب إيفانوفيتش طبعا اللاعب السابق لم يبدأ مباراة اليوم، خطأ فادح في مباراة ليفربول تسبب في الموسم الماضي مع وجود صاحب الخبرة سبيليكويتا. لم يتمس، يلعبها اللاعب فورلونج أمامنا، فورلونج مقابل لا شيء حتى الآن من هدف جميل، هدف حلو قوي الحقيقة. الموسم اللي هبطوا فيه كان في 2018. جانب اليمين فرصة كبيرة جدا لإبراهيم بعد ما كان تواجد كاحتياطي في مباراة ليستر، ويصعد طبعا في الشامبيونشيب ويضيع طبعا ونصف مليون استرليني. ادي التحرك الجدا يضيع امامنا تيبو